بالنسبه لنا ان احنا نكسب النهارده، ناخد 3 نقط نوسع الفريق بيننا وبين الثاني والثالث والرابع. يعني زي ما انت بتقول بنقرب من البطوله بشكل قريب، بس احنا لسه 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 بدري. انت عارف النادي الاهلي طول عمره بنلعب لحد اخر صفاره في اخر ماتش في الدوري، فما بين يعني خلاص احنا كسبنا انبي الحمد لله، واللعيبه كانت رجاله جدا وعملت ماتش هايل جدا جدا، ولاد كتير اتحملت على نفسها وكانت تعبانه ومصابه، كله اتحمل على نفسه عشان ماتش النهارده، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. خلاص النهارده خدنا فرحنا وبتاع، بكره هناخد اجازه نريح، نبدا من يوم السبت ان شاء الله نستعد للماتش اللي بعده باذن الله. طول الاسبوع بنتكلم انا وكابتن ياسر في الموضوع دوت، مش معنى ان احنا لعبنا انبي في ملعبه وكسبناه 6 يبقى ان هم فرقه مش كويسه، لا ده هم فرقه كويسه جدا وعندهم لعيبه كويسه جدا جدا. يمكن هي ظروف الماتش اللي هناك كانت خدمتنا وقدرنا نكسب 6. هتيجي هنا هتلاقي الوضع مختلف تماما، هتلاقيهم عايزين جايين يكسبوك، عايزين يعوضوا الخساره بتاعتهم. فانت لو ما قابلتهمش بالنديه والقوه اللي هم هيقابلونا بيها هيبقى ماتش صعب، بس الحمد لله ربنا كرمنا. والله الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله الحمد لله، واحنا نازلين مركزين من اول الماتش، كسبناهم هناك 6، كنا عايزين برضو ننزل نعمل نتيجه الحمد لله، واحنا بنركز على الدوري مش على ماتش واحد. بلعب نص ملعب وبلعب سيرد باك وبلعب في الثلاثه، والحمد لله ربنا بيوفقني لما بلعب في اي مركز فيهم. والله قال لي ركزوا على الولد اللي اسمه ادهم الفيرو بتاعهم، وقال لي ركزوا على التغطيه كويس انا وبجد، واحنا الحمد لله عملناها بشكل كويس قوي الحمد لله. الحمد لله احنا بننفذ التعليمات اللي بيقول عليها كابتن ياسر الحمد لله، وبننفذ اللي بيقول عليه كويس الحمد لله. مكسب يجيب مكسب على طول، يعني احنا الحمد لله لغايه دلوقتي ماشيين بمتتالي ما بنخسرش الا مباراه الجونه، بس حصلت ظروف خاصه تعادلنا فيها عشان الارضيه كانت وحشه بس وكده، فالحمد لله ماشيين بخطوه كويسه يعني الحمد لله.